أقدر أقول بالنسبة لأن اليوم كيف نفرح في قيامة المسيح نشوف أشكال يمكن عن الأطفال الصغار والأولاد الصغار كثير من الأولاد ينبسطوا بيفرحوا اليوم لأنه اليوم عيد راح يلبسوا ملابس حلوة مرتبة يجيبوا هدايا وأنا أتذكر لما كنت صغير كل مرة كل مرتين وضحيتين في السنة كنا على شوية حوش عيد الميلاد عيد القيامة
هذا سبب اللي صار في كل إنسان مؤمن عرف واختبر معنى الديانة المسيح ومعنى الحياة المسيح. أتمنى للجميع في وبارك لكل الكنيسة وإن شاء الله ربنا يحفظكم ويبارك فيكم ويقويكم ويحفظكم بكل بركة وأرضى يجعل كل أيامنا أفراح وأعياد مقدسة في الرب يسوع.